بن شماس ماشي مرجع باش نرد عليه، ما عندي رغبة نرد على بن شماس اشنو كيقول، ولا يهمني ما يقوله. نحن حزب وطني اجتمعنا الآن من أجل أن نلتقي مع المواطنين ونعبر عن وجهة نظرنا، أو نحن الذين نمثل حزب الأصالة المعاصرة، ونحن التوجه الحقيقي والصحيح والعميق لحزب الأصالة المعاصرة. محطة طنجة هي المسافة الأخيرة ديال السباق نحو المؤتمر، وسنعقد المؤتمر ناجح من محطة طنجة، غير اللقاء من اللقاءات اللي كان اللي درنا في بني ملال ودرنا في أكادير ودرنا في مراكش والعيون، غادي نديروا لقاءات أخرى. وبناء عليه نحن نعتبر أن هذا اللقاء لقاء مع الإخوة ديالنا في طنجة، خاصة الحزب عنده حضور دائما في طنجة، وخصنا ضروري يكون هذا اللقاء هذا باش نتبادل الأفكار. ثانيا أنه بالأمس فقط كانت عندنا اجتماع اللجنة التحضيرية، وتم البت في جميع التقارير اللي غادي تمشي للجنة التحضيرية واللي غادي تبت فيها المؤتمر. دابا وافقنا عليها وصدقنا عليها وغادي نمشيو للمؤتمر أو منظمين أولا، ثانيا ناجحين في أعمالنا، ثالثا سنشرف الحزب وسنقوم ببناء الحزب بناء على المشروع الحداثي الأصلي، وليس تصحيح مشروع فاشل أصلا، لأنه الذين ذهبوا لا يتقنون سوى خلق الأخطاء وسوى توظيف الحزب لأسباب أخرى وليس التوجه الحداثي الديمقراطي اللي بغيناه. لذلك نحن ندعو جميع الأحزاب للتعاون معنا، تندعو جميع القوى السياسية للتعاون معنا باش يوصل حزب الأصالة المعاصرة يلعب الدور ديالو كحزب حداثي منفتح على الجميع، يتعاون مع الجميع. هدفه الأساسي هو الدفاع أولا على البلاد، ثانيا المساهمة في العملية الديمقراطية كحزب، كجميع الأحزاب، كحزب عادي كجميع الأحزاب، يدافع عن نفسه يدافع عن وجهة نظره. وسنذهب إلى الاستحقاقات السياسية المقبلة اللي هي قريبة، لأن مثلنا مثل جميع الأحزاب، حتى نتمكن من نعطيو المفهوم تاع المشروع الحداثي، مفهوم الديمقراطي، مفهوم النبيل، مفهوم الإنساني، ومفهوم الوطني كذلك. ما عندناش رهانات في طنجة، تجرك اللقاء غادي نتذكروا مع الاخوان ديالنا في طنجه ومع المناضلين ديالنا في طنجه، ونتبادلوا معهم الافكار ونعبروا لهم عن وجهه نظرنا، وعاوتاني ناكدوا لهم باننا ما زلنا مستمرين وسنذهبوا الى المؤتمر ناجحين، وستكون نقطه الانطلاقه من طنجه ان شاء الله. انا قلت لك الامين العام ديال الحزب لا يهمني ما يقول الامين العام للحزب، لا يشكل شيئا ولا اعتبر ان هناك بلاغ صادر عنه، لانه لا يفهم في القانون. الاول نحن عندنا وضعيه قانونيه سليمه، كيبقى السؤال واش الحزب كله عنده وضعيه قانونيه سليمه؟